قرتني بنية من المؤسسة قالت لي انه المبلغ انجمع من بغداد ما اعرف، بس قالت لي انجمع وبرسل حكي بيناتنا، بس المبلغ صار بالجيب يعني. لوكيشن اخر وتحديدا كربلاء ايضا. ام زهراء سيدة مصابة بفشل كلوي تقوم بعملية غسل الكلية 3 مرات في الأسبوع بعد أن تم دعوتها من قبل المؤسسات الخيرية أو إحدى المؤسسات الخيرية لمساعدتها. تم جمع مبلغ من المال باسم هذه السيدة أو على حالتها من بغداد. طبعا وراء فترة اتضح لها أنه هذه المنظمة أو هذه المؤسسة الخيرية أنه استخدمت اسمها فقط حتى تجمع هذه الأموال، واختفوا وأخذوا هذه الأموال. أيضا وليد الصالحي الزميل من كربلاء سوى لقاء مع هذه السيدة حتى تشرح لنا تفاصيل أكثر. أهلا مازن، طبعا موضوعنا اليوم هو يعني العجز الكلوي. أم زهراء إحدى النساء في محافظة كربلاء تعاني من العجز الكلوي، لكن حسب قولها وشهادات زوجها هناك مؤسسات تدعي أنها خيرية استغلت هذا الموقف واستغلت معاناتها والعجز الكلوي لغرض جمع الأموال وسرقت هذه الأموال. يعني أم زهراء راح خليها تتحدث وتفاصيل أكثر عن موضوعها. السلام عليكم زهراء. أم زهراء احكي لي عن معاناتك واحكي لي شنو اللي تعرضتي إليه. والله بصراحة أنا أعاني من العجز الكلوي، صار 2 سنين أغسل كلى زين، وبصراحة يعني أنا 3 مرات بالأسبوع أغسل، يعني السبت والاثنين والأربعاء زين. فناشدت سويت فيديو ونشرته على الفيس، فاجت مؤسسات قالت احنا نتمنى الحالة مالتك وراح نجي نصور. قلت لهم على الله، الله ويدكم، انا قاعدة اتعذب بالغسل وبالروحة والجاية وذن بناتي متعذبات وياي. اجوا وصوروا وراحوا والروح روحة، بس عدا الحلفان جابوا لي كيلو تمن وكيلو شكر وزيت زين. فأنا قلت لهم أنا يعني أريد شغلة عملية، أريد عملية، أريد أرتاح والله العلي العظيم. لو متبرع بكله؟ لا بابا، أنا بالنسبة لي أنا لا مبلغ تمام، وقلت أكمله لأن العتبة تبنت الشغلة ماتي، قالت نسوي شاب زين العابدين على حسابنا، بس شغلة المتبرع عليكم. أنا الصراحة يعني أنا الأخ أبو رامي الوحيد اللي وفى وياي زين، الباقيين كلهم هيك. إحنا المهم اليوم أنت صار لي 2 سنين لا أحس سوالك عملية، لا أكو متبرع. هسه اليوم أنت بعد المؤسسات اللي إجت والأشخاص كل شيء ما صار لك من حل، أنت اليوم تردين متبرع، تردين عملية، هذا اللي محتاجته. والله الصراحة غير أقول لك الشغلة، والله العظيم أنا أريد أسوي العملية لجي بناتي، يعني أقول هاي الحمد لله وشكر رب العالمين يمتح للإنسان، بس أباوع بناتي اللي قاعدة يروحن بالرجلة. يعني صدق والله ديش الساعة راحت للمدرسة والله ما قارية، البارحة جيت من الغسل أنا تعبانة زين، الصبح قامت تبكي تقول لي ما أروح، قلت لها أمي روحي والله كريم زين، قلت لها كل شيء إذا باشر أو عقبة أروح للمعلمة خلي أحكي وياها زين. فأنا هنا ذن بنات اللي بتبهدلات، يعني أريد من الله منكم تباعون على ذن بنياتي زين. شلون علمتوا أنه هاي المؤسسات جمعت أموال قضيتك؟ هما والله خابروني، خابرتني بنية من المؤسسة قالت لي انه المبلغ انجمع من بغداد ما اعرف، بس قالت لي انجمع وبرسل حكي بيناتنا، بس المبلغ صار بالجيب يعني، هاي الحكاية مالتها. قلت لها زين انا اروح اشتكي وها، قالت لي مو من مصلحتك. ليش؟ ما اعرف زين. فيعني انا هم قعدت وسكتت، انا هم يعني اقول له وانا كافل بيه زين، هاش السوى والله موجود الله كريم. عندك بعد مناشد الزهراء؟ والله أنا أناشد إن أنا لما مبلغ زين إن شاء الله أكمله زين، ويعني المبلغ لميته أنا والله، الناس الخيرة لمت لي زين، ونقول بكت الله الأيام اللي تجي إذا لميت الباقي أقدر أخذ مال متبرع، والعتبة هي تبنت قلت لك العملية. عملية المتبرع هو باوع صراحة، المتبرع آخر واحد اللي قال 22 بس المتبرع يريد.
فالعتبة قالت العملية علينا زين، بس انتوا عليكم المتبرع. فاحنا حاليا لامهن 15 مليون، كنا نكمل الباقي زين، وبسبيل نكمل العملية نكمل عن طريق العتبة. شكرا زهراء، ان شاء الله صوتك يوصل من خلال برنامج لوكيشن. نعم مازن، يعني مثل ما استمعت لحديث ام زهراء، هناك مؤسسات ادعت او تدعي انها خيرية جمعت الاموال على حساب قضية ام زهراء، ويعني من خلال حديث ام زهراء انه المبلغ راح للجيب.